احمد الحجار، احمد علي الحجار وعلي الحجار اتنافسوا مع بعض في منافسه شريفه. مش هيحصل شريفه دي. ليه شريفه راحت فين؟ ليه موجوده شريفه موجوده، مين اللي هيكسب احمد ولا علي؟ لا يعني اكيد مش هنحكم على المقامات الصوت ولا القدرات الصوتيه، احنا هنحكم على سرعه البديهه. يعني طب انا بقول انت فرصك عاليه جدا. لا لا يا لهوي، ده البديهه منيله خالص. لا خالص، ما هو احنا هنحط صوره واللي هيقول يفتكر اغنيه تعبر عن الصوره. اوكي، فلنبدا المسابقه ما بين الحجار والحجار جونيور. النهر الخالد يا جمالك الاستاذ محمد عبد الوهاب. النهر الخالد مظبوط طبعا. احمد نقطه. الجيل الصاعد متفوق. عملت صياد سمك وصيد السمك غية. فعلا في كده؟ طب امسك الميكروفون وكمل. انا بس طب تاني. عملت صياد سمك وصيد السمك غية، لا 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 لا، وطرحت شبكي في بحر الغرام غية. نقطتين. يلا اللي بعده. هي الليله الكبيره اكيد. الليله الكبيره يا عمي والعالم كتيره، خليني الشوادر يابا الريف والبنادر. الليله الكبيره يا عمي والعالم كتيره، خليني الشوادر يابا الريف والبنادر. وقف في قريص حنتيرة للصبح معاك السهيرة. سمعنا 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 يا غزال يا غزال، العشق حلال بواب تاني دوب خليتني خيال. يا غزال يا غزال، العشق حلال بواب تاني دوب خليتني خيال. فأصارع أسد إنما إيه متوحش، وحخلي وجهه شوارع تسقيفة يا ناس ما يصحش. تسقيفة بقى أهو جه أهو جه، تسقيفة بقى في نيا في